لدي ما أقول على وصول سمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه إلى أجواء المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة، حيث رافقت طائرات القوات الجوية الملكية الأردنية الطائرة المقلة لحضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه، هو الوفد الرسمي المرافق لسموه حفظه الله. هذا الترحيب المميز ليس بغريب على أشقائنا بالأردن، والذي بالفعل يعكس عمق العلاقات الأخوية الوطيدة بين البلدين الشقيقين دولة الكويت والمملكة الأردنية الهاشمية. حظي به الشيخ مشعل أحمد الجابر صباح حفظه الله ورعاه في المملكة الأردنية الهاشمية. هذا يعني ليس بغريب على المملكة الأردنية الهاشمية هذا الاستقبال الحار والترحيب بسمو الشيخ مشعل أحمد الجابر الصباح. قبل قليل دكتور يعني تطرق دكتور محمد إلى أبرز مجالات التعاون بين الدولتين، ذكر المجال الصحي التعليمي الثقافي وأيضا الاستثماري والاقتصادي. هناك حقيقة تعاونات شاملة بين الكويت والمملكة الأردنية الهاشمية، بالإضافة إلى هذه الأوجه التعاون أو النواحي التي تم التعاون، هناك أيضا التعاون على مجال العدالة والقضائي، التعاون أيضا يمكن لك في هذا الظرف الزماني اللي تمر فيه الأمة العربية وموقف نعم الكويت. ننتقل الآن دكتور إلى الجانب الآخر والزميل صالح الشمالي. أيها الإخوة والأخوات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، نحييكم من تلفزيون دولة الكويت، ويسرنا أن ننقل لحضراتكم مراسم وصول واستقبال حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه إلى المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة، حيث يقوم سموه بزيارة دولة، ومن المنتظر أن يكون في مقدمة مستقبل سموه عند سلم الطائرة أخيه صاحب الجلالة الملك عبد الله الثاني. إذن نشاهد وإياكم هذه اللقطات على بساط المحبة والوئام، تتعانق القلوب قبل الأجساد في مشهد أخوي نشاهده وإياكم أيها الإخوة والأخوات، تطوي فيه المسافات شوقا للقاء القادة حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه وصاحب الجلالة الملك عبد الله الثاني ملك المملكة الأردنية الهاشمية. فخامة المشهد نشاهده وإياكم أيها الإخوة والأخوات، هذا المشهد يصنع الحفاوة السامية وتنسج أواصر التواصل الأخوي بين قيادتي البلدين. نشاهد وإياكم خطوات على بساط المودة تقرب كل المسافات بين البلدين الشقيقين،
وتعزف لحن التناغم في شتى القضايا ذات الأثر البالغ في عمق وقوة العلاقات الثنائية بين البلدين. نشاهد وإياكم مشاهد الفخر والاعتزاز. نشاهد وإياكم مشاهد الفخر والاعتزاز بقيم الأخوة والصداقة الكويتية الأردنية الموعودة بمزيد من التطور والنماء بفضل توجيهات قيادتي البلدين بكل ما يخدم المصالح المشتركة للشعبين الشقيقين. نشاهد وإياكم تتصافح الأيدي ترحيبا وفرحا بتسطير صفحات جديدة في كتاب التعاون الشامل بين دولة الكويت والمملكة الأردنية الهاشمية لتسخير كافة الإمكانيات والقدرات لتجسيد الأمنيات والاتفاقيات إنجازا يعزز فضاءات التشارك الحاضر والمستقبل. مشاهد الفخامة وهذا اللقطات الحية التي ننقلها لكم على الهواء مباشرة عبر تلفزيون دولة الكويت. نشاهد وإياكم جلالة الملك وهو يصافح الوفد المرافق لحضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه. هذه الزيارة التي نستطيع أن نعنونها بالعزم والهمة والتأكيد على حقوق الكويت وسيادتها والتمسك بها وتعزيز جسور الشراكة والتلاحم في البيت العربي بتوسيع آفاق التعاون الاقتصادي والأمني والدفاعي. لحظات أيها الإخوة والأخوات، ويعزف السلام الوطني لدولة الكويت وأيضا السلام الملكي لمملكة الأردن الشقيق. Thank you.
إذن أيها الإخوة والأخوات، نقلنا لحضراتكم وعلى الهواء مباشرة مراسم وصول واستقبال حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه إلى المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة، حيث يقوم سموه بزيارة دولة. وكان في مقدمة مستقبل سموه عند سلم الطائرة أخيه صاحب الجلالة الملك عبد الله الثاني من الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية، وكان بمعيته صاحب السمو الملكي الأمير الحسين بن عبد الله الثاني ولي عهد المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة. جديد مشاهدينا الكرام في هذه التغطية المباشرة لزيارة حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه إلى المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة. بلا شك بأن هذه الزيارة التي يقوم بها السمو حفظه الله ورعاه زيارة الدولة تؤكد رؤية صائبة وحنكة سياسية لصاحب السمو لإرسائه القواعد الأساسية للسياسة الخارجية الكويتية وتوطيد دعائم علاقات الكويت مع أشقائها في الدول العربية الشقيقة. نشاهد وإياكم حضرة صاحب السمو الأمير حفظه الله ورعاه يصافح كبار المسؤولين في المملكة الأردنية الهاشمية الذين اصطفوا جميعا اليوم لمصافحة سموه والسلام عليه بمناسبة قدومه في هذه الزيارة الرسمية إلى المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة. لقد حظيت زيارة سموه وزيارات أخرى قام بها سموه حفظه الله
إلى دول مجلس التعاون الخليجي باستقبالات رسمية وشعبية رفيعة المستوى. واليوم يستكملها حضرة صاحب السمو بزيارة إلى الأردن الشقيق. ما زلنا نتواصل معكم وعلى الهواء مباشرة عبر تلفزيون دولة الكويت. نتحول بكم الآن إلى الزميلة منائر القلاف والزميل فهد العنزي لمتابعة هذه التغطية المباشرة مع ضيوفهما في استديو الأخبار. فإلى هناك.